الانصار 37 نقطه اليوم بحاجه للنقاط ثلاثه. بالمقابل شباب الساحل مثل ما كمان قلت يا محمود عم بيلعبوا بدون اي ضغط. ايضا بهاللحظات سامر السيد قاسم عم يعلن عن انطلاق المباراه. المتقدم كوراني بيحاول المرور، ممكن يسدد كوراني، بيسدد الكره رائعه جدا على مشارف المنطقه، بتلعب سريعه حمزه عبود رح يلعب العرضيه انصاريه الرأسيه، وين ممكن جول، ممكن جول لما الصده رائعه. الشيخ محمد عطوي بيلعبها لداخل المنطقه، باولو ماتوس ركله جزاء، ركله جزاء للانصار، بيتقدم يفتح التسجيل، قال بيتقدم بيسدد الكره روعه 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 يا لوكاس جالان على طريقه بارين كما اجملك يا لوكاس يا ارجنتيني يا هداف يا الناس. هدف صحيح ركله جزاء انما بتستاهل عليه التنويه، هدف اوروبي على طريقه بارينكا يا لوكاس جالان داخل منطقه الجزاء، تسديده على الطايب المرة الاولى لوكاس جالان، ممكن لوكاس جالان داخل منطقه الجزاء وضربه جزاء للانصار، لوكاس جالان بتقدم، لوكاس جالان بيلعب الكره مباشره مع علي حلال هالمره، علي حلال هالمره لهالسبب قلت انه علي حلال واحد من الحراس اللي عندهم مستقبل كثير كبير. حسن كوراني بسدد مباشرة باتجاه المرمى وأيضا إنجاز آخر بالجهة المقابلة حسن مغنية من هالمكان كبير، وموسى بتقدم بسدد مباشرة باتجاه، يا سلام يا سلام يا كبير وموسى، ويا سلام كتير كبير لحسن مغنية هالتسديد من حسن توماس، ولا زال كبير وموسى بسدد، ممكن جول، ممكن جول من الكره بالعارضه من احمد ايوب، ايوب بيلعب الكره للخلف، موسى الزيات تمريره خطر شباب الساحل والتسديد روعه يا حسن مغريه، باولو عنده مهارات بيستعملها داخل منطقه الجزاء، الكره العرضيه وخروج لعلي حلال، خطير النيجيري بيدخل داخل المنطقه، محمد سالم ممكن جول، الله يا مغريه ممكن جول 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 التعادل، جول يا كبير موسى، عدل النتيجة بالدقيقة 90، النيجيري صاحب الرقم 99 بالدقيقة 90 عم بيعدل النتيجة من دقايق التسديد، ممكن العرضة، مباراة مثيرة كانت للحظات الأخيرة وباللحظات. يعطيهم العافية الشباب، قدموا اللي عندهم، بس بعتقد إنه كان الفريقين عم بيقدموا مستوى كتير منيح، وبالشوط الثاني انضغطنا شوي وصرنا نلعب حفاظا بس إنه نقدر نحافظ بس على الجول، وهذا ما قدرنا نحافظ عليه. وبغض النظر عن المباراة، نحن هلا فقدنا الامل كليا بالدوري، وعم نركز هلا فينا نركز على الكاس، وهيدا املنا الوحيد، وبقول لهم هابد لك لنادي الانصار وللجمهور اللي اجى.